في المصارحة والفساد احضر الريحة. هي في المصارحة والفساد احضر الريحة. هي في المصارحة والفساد احضر الريحة. هذا في المصارحة والفساد احضر الريحة. هي في المصارحة والفساد احضر الريحة. أصفاكو جوج بحورة عايش العيشة مقهورة. 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 أصفاكو جوج بحورة اللي مجموعين هنا في هاد اللقاء هذا مجموعه من المتضررين ديال سوق الصالحين اللي كان يشكيو من واحد الفساد اللي عمنا احنا اكثر من 100 ضحيه تقريبا من طرف مسؤولين. هاد المسؤولين استفدوا اولا من السلطه ديالهم، استفدوا ثانيا من الثقه ديالنا حنا فيهم كمسؤولين عينهم صاحب الجلاله باش انهم يقوموا بتوزيع عادل للمحلات سوق الصالحين. استغلوا هاد الامور هذه وقاموا بالسمساره في سوق صالحين، باعوا وشروا في الكثير من المحلات. حنا عدد كبير من المتضررين، ملي كنواجهوا المسؤولين بحال السيد العامل او السيد الوالي او المسؤولين جدا كيقول لك حنا عارفينكم اصحاب حقوق، عارفينكم مظلومين، الادله قاطعه ولكن ما عندنا ما نديروا لكم، لان ذاك السيد اللي خدا لكم رزقكم راه مشى رحل، اللي هو كان قايد تما ومشى لمنطقه اخرى. حنا ما كنتعاملوش مع اشخاص، كنتعاملوا مع مؤسسات، كنتعاملوا مع دوله. قمنا بجميع الوسائل اللي ممكن ترجع لنا حقنا، اللي كنلقاو ان كاين واحد البلوكاج. كاين بلوكاج كيقوم به مسؤولين كيحاولوا يخليونا عند بلاصتنا باش ما ناخذوش حقنا. الشعار اللي كنرفعوا، الطلب اللي كنطلبوا، المسؤولين ديال الرباط قبل سلام مثلا استنفدنا معاهم جميع الوسائل انهم ينظروا الملف ديالنا حنا متضررين سوق الصالحين. ينظروا ليه بعين الاعتبار، شكايتنا نرفعوها الى صاحب الجلاله اولا، ثم اليكم كمسؤولين عينهم صاحب الجلاله. غالبية الإجابة هو التهرب من الحقيقة. ملي كنجلسوا معاهم، كانت معنا جلسة قبل أسبوعين تقريبا ولا 10 أيام، كيقولوا لنا حنا عارفينكم أشخاصكم، لأن الأدلة قاطعة، واحد خدام في محلو 45 عام جيت تحيدو، تباعت هاد المحلات، تباعت حنا عارفين كاع الأسرار، محلات تباعت ب 20 30 مليون للناس أجانب اللي للدولة أو للمسؤولين لعينتهم الدولة كيقولوا أنهم مستحيل يستافدوا. ناس عايشين برا، ناس موظفين، زوجة ديال الموظفين، وهادشي اعترف به السيد الوالي والسيد العامل الصحافة، وتم مشروع في الصحافة اللي هي موثوق فيها بأن كاينة خروقات كبيرة. ولكن واش تعاقب شي واحد؟ حتى شي حد ما تعاقب. واحد جا دخل مراته، هذا زور، واش تعاقب؟ حتى شي حد ما تعاقب. حنا ضعنا، أنا الوالد ديالي 45 سنة كيملك محل محاو، ملي كنمشي نسول كيقول لك حنا معاك سي شمال وجمال، حنا معاك محلك غادي تاخذه، ولكن الوعود الكاذبه. هاد السيد هذا عنده قهوه، كلشي كيعرف ان عنده قهوه، تبعت القهوه لان القهوه باش تعرفوا كتوضيح للراي العام، القهوه ثمنها اغلى ولان مساحتها اكبر وكيقولوا ان مستقبلها اكبر. هذا عنده قهوه، جاو ناس ما عندهمش قهوي، ما كانوش في المحل كاع. كاين الكثير من الخروقات. يتنظر هذا الامر هذا بواحد الجديه، لان هذا مثل إلا كانت الخروقات غتكون في سوق صالحين وغادي تسكت عليها، إذا جميع المشاريع الملكية غتكون فيها خروقات وغادي تسكت عليها، شكون كيغطي؟ حنا بغينا نعرفوا شكون كيغطي؟ مادام أن برلمانيين تكلموا، مادام أن رؤساء أحزاب تكلموا على هذا الموضوع، جمعيات تكلموا، كلشي كيقول كاين الفساد سوق صالحين، أين المحاسبة؟ حتى هما كيعترفوا كاين المحاسبة، مش لا تحت تشد. إلا كان في بعض المحاضر كاين تزوير، واحد المرأة عايشة في أوروبا 12 عام، جات خدات محل. كيفاش خدات المحل؟ أيه حيدتوا لها المحل، جزاكم الله خيرا، بعد ما تفضحتوا، ولكن ما تعاقبش هذاك اللي عطاها المحل. أنا كنت حنا كثار، حنا كنطلبوا الله يجزاكم بخير المسؤولين ديال الرباط، كنتكلم مع الوالي ديال الرباط، حنا استلفنا الجهود ديالنا مع العمالة، وعود كاذبة، الله يجزاكم بخير، ديروا معنا لقاء، حدوا لجنة من عندكم، حاسبونا وعاقبونا، حنا كنكذبوا، إلا شي واحد كيكذب فينا يتعاقب، حنا تايقين في راسنا، وجزاكم الله خيرا. وراكم حنا الناس التجار ديال السوق الصالحين، لذاك المشروع اللي مشروع ديال سيدنا الله ينصروا فيه واحد الخروقات كثيرة، للعمالة والقائد المشاهد الخلاف نصروا واحد الفساد كثير، ولاو كيساومونا على رزقنا، أن هذا الفساد هذا اللي مشروع في هذاك المشروع ديال سيدنا الله ينصروا ما مرسوش شي مشروع اخر، انه سيدنا الله ينصر دار فيهم الثقه، عطاهم واحد الملف ديال سوق الصالحين باش يعطيو الناس التجار، الناس اللي عندهم حق، انهم ناضوا هما يخالفوا الاوامر ديال سيدنا الله ينصرو، مدخلين الناس برانيين عاطينهم تمايا، الناس اللي عندهم حق ما عاطينهمش رزقهم. حنا كنطالبوا
هاد الناس هادو انهم حاسبوهم ان هادشي لا بقى ساكتين عليه بانه باقي الفساد وباقي بزاف غيتصل عندنا في البلاد بانه كيمشيو للعماله شكون سير عند القايد كيمشيو للعماله شكون سير عند القايد هو القايد كيمشيو لعندو شكون سير غنعطيوك غنعطيوك بقاو عندنا بالتماط وتهزو القايد مشى بحالته الخنيطره ما كنضربو حتى شي حاجه الا كنا حنا كنكذبو وحنا نتعاقبو لانه القايد وباع شي مسؤولين في العماله باعوا يشراو المشروع ديال سيدنا الله ينصرو اللي هو حنا ذوي الحقوق ما عطاوناش حقنا الناس برانيين داخلين تما انا حيدو ديال القهوه ديالي ملي كنمشي عند القايد الاداره ديالو كيولي يساومني كيقول يعطيني الرشوه شو قول لي انا ما عنديش القدر اللي قلتي لي شو قول لي معايا ربعه في العماله ما تعرف ربعه في العماله شكون هما اللي معاه بان انا حقي تحيد ليا المشروع ديال سيدنا هذا راه ماشي مشروع ديال الوزير او ديال الرئيس انا مشروع ديال الملك راه خصكم تحترموه ان المشروع ديال سيدنا شي واحد ما جاتو غير عليه اللي جا كياكل ويشرب في المشروع ديال سيدنا اللي جا من العماله وكل شيء انهم داروا واحد الثروه كثيره من المشروع ديال سيدنا الله يسرو انهم الناس هادو بقاش كيخافوا من الملك انهم الاوامر ديال سيدنا خالفوها انهم الناس كطالبوا المحاسبه انا المشكل اللي عندي عندي قهوه ديالي عطيني شهاده اداريه فقهوه وعندي جميع الوثائق بانك تثبت عندي القهوه انا ما كنطلب حتى حاجه عمقوا من البحث المشروع ديال سيدنا انه مشروع واحد الفساد كثير المشروع ديال الملك سوق الصالحين بانه سيدنا الله ينصرو المشروع عطاه الناس صحاب التجار ما عطاش الناس برانيين انهم تما مستافدين معنا الناس برانيين ليس على علاقه لهم بالسوق انهم الناس تما مستافدين معنا اللي هما رجالاتهم موظفين انهم خدامين في الجامعات عيالاتهم مستافدين معنا تما حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه كنطلبوا تعميق البحث مع هاد الناس هادو انهم عطاو لنا حقنا عطاو لنا اخرين بانهم هاد الناس هادو رسلوا واحد الفساد كثير المشروع ديال الملك راه مشروع ديال سيدنا هذاك راه ماشي مشروع ديال الوزير او لا رئيس او لا برلماني راه مشروع ديال سيدنا ان عطاكم 100 درهم فيكم الثقه تعطيو الناس التجار نتوما خالفتوا الاوامر ديال سيدنا الله ينصرو انه الوزير الداخليه نفتي شنو قال ديال الناس التجار ديال السوق الصالحين والبائعين المتجول هما اللي يدخلوا حنا كنتفاجئوا دابا بانهم ناس غرباء ناس برانيين داخلين لك المشروع شكون اللي دخلهم وشكون اللي حصاهم هادشي اللي كنطالبوا حنايا حنا ضد الفساد وضد الرشوه الله يجزيكم بخير حنا كنطالبوا غير بالتحقيق حقوا معنا حنا الاولين هنا كده حنا كنظلموا هاد الناس هادو كنطالبوا حنا نمشيو للحبس حنا نمشيو للحبس لانه مقدس العمل ما بقاش كيحترم مقدس ديال سيدنا والله يجزيكم بخير النداء هذا كنوصلوا لسيدنا الله ينصر في هاد النار هذا ولا يخلي لنا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.